السلام عليكم، السلام عليكم. صباح النور، صباح السعادة، صباح الرضا، صباح مبارك بالخيرات والرحمات الإلهية العظيمة. الصحبة في الله، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يدخل بيتك إلا تقيا. اجعلوا من الصحبة في الله طريقا إلى الجنة، واجعل من أعمالك أي عمل تقوم به اجعله لوجه الله، اجعل سبيلا إلى الله في كل عمل وفي كل علاقة وفي كل تصرف وفي كل نفس. حتى أحيانا ونحن نذنب وننسى أنفسنا، نتذكر الله عند الذنب فنستغفر ونتوب إليه. اجعل قلبك نابضا بالله في كل لحظة، ففي هذه الدنيا نتعرف على الكثير، الكثيرين والكثيرون، الذين إذا صادفتهم في الطريق يشبعونك قبولات وسلام، وكيف أنت، وكيف حالك، وماذا فعلت، وكذا وكذا. وربما إذا أعطيتهم ظهرا ذكروا عيوبك، ما كان فيك وما لم يكن. أصبحنا لا نأمن لأي علاقة كانت في هذه الدنيا، لأنها ببساطة لم تكن لله. في عملنا لما ندخل صباحا نصادف أيضا، نلتقي بالكثيرات التي تمسكك بالأحضان والقبلات، كيف حالك، ماذا فعلت، كذا، يومك طيب، يومك كذا. لكن صدقوني، إذا صادفتك الشدائد والنوازل، وربما ابتلاك الله بمرض ما أو خرجت تقاعدا، صدقني فلن تجد أحدا يبحث عنك أو يسأل عنك. ولهذا أحسن انتقاء أصدقائك، أحسن انتقاء الصحبة التي ترافقك مشوار حياتك. لقد صادقنا في حياتنا أصدقاء دامت صداقتهم أكثر من 30 سنة، وفي لحظة بائسة يتناسون كل شيء ويمحون كل شيء، كل معروف قدمته يتناسونه، ويذمونك ويتهمونك بما لم يكن فيك. ولهذا لا يغرك كثرة السلام ولا كثرة القبولات، العبرة بما ثبت في القلب. والقلوب لا يعلم محتواها إلا الله، فالله وحده فقط من يجازينا بالخير إن عملنا خيرا، ويغفر لنا إن أذنبنا. أما قوانين الحياة فلا تجازينا إن أثبنا، إن عملنا صالحا، وإنما تعاقبنا إن أذنبنا. يقول الله عز وجل في حديث قدسي: 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. حديث للرسول عليه الصلاة والسلام وليس حديث قدسي، أعتذر. 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم من تحب في الله، لأن المحبة في الله شيء عظيم، شيئا يدخل الجنة. انتقوا.